أنا في الحقيقة عمري ما نفرح وقت اللي وسيلة إعلامية تتسكر. حتى حد ما ينجم يفرح أنه فما وسيلة إعلامية تتسكر. حتى حد. هذا مفروغ منه. هذا بقى. لكن من جهة أخرى يلزم نقروا أنه قناة نسمة وإذاعة القرآن الكريم وفما قنوات أخرى ماذا بيا يكون التعامل متساوي مثلا معناها أنهم هذم كانوا خارجين القانون ومعناها فما محاولات ما نجحتش في أنه يشجعوهم أو يجبروهم على التقيد بالقانون وفي الأخر يقول لك آخر الطب الكي. هذا وعلى يظهر لي وصلنا الهيئة تعمل في الكي مع قناة نسمة مع إذاعة القرآن الكريم أي بلا 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 وقناة نسمة ما ما زوز. لكن أنا اللي يقلقني شنو هو أنه الموضوع راهو قديم برشا ماهوش جديد. نحكي على 2014 إيه أي أكثر معناها ومع ذلك ما يصير التنفيذ أكان اليوم. أنت كنت خير أنه يصير قبل أنه يصير وقت اللي ما تمتش التسوية عام 2014 ولا غير ما وقتها مع من 2014 15 16 17 18 علاش قلت تستنى 21 يعطيك الصحة علاش تستنى 25 جويليا أنا قلت 21 لا لا علاش تستنى 25 جويليا 21 هذه الانتربريتاسيون هذه الانتربريتاسيون هذه الانتربريتاسيون الحقيقية سقوط أو خروج حركة النهضة من الحكم هي اللي رفعت الغطاء خلي يقولوها بكل وضوح على قناة القرآن الكريم خروج حركة النهضة من الحكم وكذلك قلب تونس هو اللي رفع الغطاء على قناة نسمة مرة أخرى نلقاو روحنا فك المربع متاع الشك الظريف اللي نحبه ما نحبوهش يدخل في الشيماء متاع تونس في المستقبل اللي هو الانسترومنتاليزاسيون بوليتيك دي دوسي فهمت الاستخدام السياسي للملفات وثانيا معناها حرية التعبير وحرية الإعلام يلزم يكون نخمو على الأقل نخملو في تعامل يضمن وجود إعلام متنوع به أنا جوست على كلمة انسترومنتاليزاسيون باش نعطيك الكلمة خليل اللي انت تعلق الهيئة العليا لاتصال السمع البصري تقول لك صارت انسترومنتاليزاسيون جوستومون لهالقنوات هذيا هي لهنا تذكر قلب تونس لهنا وتذكر صحيح. خطاب الكراهية حسب ما يقول البلاغ طبعا في إذاعة القرآن وهذا صحيح زاد